بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، وجئنا إلى فقرة الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النهاردة هناخد خلق من أخلاق الإسلام عظيم، ألا وهو خلق العزة، إن الإنسان يبقى عزيز بالله. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من طلب العزة من غير الله أذله الله. تطلب العزة من الملك سبحانه وتعالى، من الله العزيز، تطلب منه أن يتجلى عليك بأسرار وأنوار اسمه العزيز. إن أعزك الله ما أذلك أحد، ولا تذللت لأحد، لأنه هو المعز وهو العزيز سبحانه وتعالى. خلق العزة من أخلاق الإسلام. يعني إيه العزة؟ العزة بمعنى القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع. وقالوا: العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب أو أن يمتهن أو أن يقهر. أقول تاني: العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب أو يمتهن أو يقهر. يعني إيه؟ يعني أنت عزيز بالله. لذلك ربنا يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وصفهم إيه يا رب؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين يعني بينهم وبين بعض في تواضع، متواضعين فيما بينهم. أعزة على الكافرين يعني أشداء، يعني أقوياء، لهم الغلبة، لهم العزة، لهم الرفعة، لهم المنع عليهم. ده معنى أعزة على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه، ما لهم يا رب؟ أشداء على الكفار يعني أعزة، رحماء فيما بينهم يعني أذلة، متواضعين فيما بينهم. حالة مانعة للإنسان من أن يغلب أو أن يمتهن أو أن يقهر. طيب، العزة وردت في القرآن الكريم بثلاثة معاني. المعنى الأول إن العزة جاءت في القرآن الكريم بمعنى العظمة. قالوا السحرة: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. يعني سحرة فرعون أخذتهم العظمة والعزة، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. إبليس يقول لربنا سبحانه وتعالى: فبعزتك، يعني بعظمتك، لأغوينهم أجمعين. هذا معنى من معاني العزة في القرآن. معنى آخر من معاني العزة في القرآن جاءت بمعنى المنعة. يعني إيه؟ يعني في عندهم منع من الغير. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني يظنون إن هم هيمنعوهم من الناس؟ لا، فالعزة والمنعة لله جميعا. الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. وفي الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانك يا ربي سبحانك. المعنى الثالث في القرآن جاءت بمعنى الحمية، كما في قول الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أخذته الحمية. يا أخي اتق الله، يقول لك: أنت مش عارف أنا مين، أنا ابن مين، أنا أجدادي مين، أنا آبائي مين. طيب خليهم ينفعوك بقى. يعني هذا معنى الحمية. وكذلك أيضا في القرآن في قول الله تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. حمية برضو، حمية الجاهلية. وأيضا في القرآن: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ربنا هيحميك، هيحافظ عليك، هيمنعك، هيكون سبحانه وتعالى محاوط عليك ومحيط عليك بجلال عزته سبحانه وتعالى. أضع بعض المعاني اللي جاءت بها العزة في القرآن
العظمة والمنعة والحمية، وكذلك وردت في السنة النبوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. كلمة ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر، المضر اللي هي البيوت المبنية من الحجارة، والوبر اللي هي مبنية من الشعر، اللي هي الخيام القديمة التي كانوا يبنونها. لنا لقاء آخر مع العزة ونماذج من العزة، يعني إلى أن نلتقي إن شاء الله. أسأل الله أن يعزنا وإياكم بعزه، اللهم آمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني. صلوا على الحبيب.